بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ناس سألتني كتير على موضوع الاستاتينز، هل هي بتسبب مرض السكر؟ فده سؤال هنجاوب عليه في حلقة النهاردة، وهنجاوب عليه بأبحاث علمية كتيرة منشورة. هل فعلا هي بتسبب السكر؟ اه بتسبب مرض السكر، ولكن الإجابة دي مختصرة ومضللة إلى حد كبير جدا. في الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده بالظبط، هنعرف مين هم اللي ممكن تسبب عندهم الاستاتين مرض السكر، هنعرف هل ممكن نستغنى عنها ولا لأ، ايه البدايل بتاعتها، ونصايح لكل الناس اللي بتستخدم الاستاتينز. ايه هي بقى الاستاتينز الاول؟ الاستاتينز دي اسم لعيلة من الأدوية اللي بتخفض الدهون في الدم. الدهون الضارة ال LDL والفي ال دي ال والكلام ده، ان الدهون الضاره دي يا جماعه قتلت الملايين من البشر. الناس اللي بيجي لها لا قدر الله جلطات في القلب، تصلب في الشرايين، ارتفاع في الضغط، جلطات في المخ، تلاقي العين يجرى لها مشاكل والحاجات دي كلها، اما بيروح للدكتور بيروح يقول له قيس لي الدهون في الدم، يلاقي دهون عاليه، يكتب له الاستاتين، واحد من الاستاتين، اتورفاستاتين، ريزوفاستاتين، برافاستاتين، في هتلاقي كل علبه الدواء مكتوب عليها الماده الفعاله كذا كذا استاتين. فالعيله دي من الادويه بتشتغل على دهون الدم، بتقلل الكوليسترول. احنا جسمنا يا جماعه بيحتاج كل يوم 2 جرام كوليسترول، محتاجهم، مش يعني الكوليسترول ده ماده مهمه لكن زيادته هي اللي مشكله. فالجسم عشان هو مهم بيصنع منهم جرام ونص. عندنا انزيم في الكبد اسمه HMG كوير ريدكتيز، اللي هو انزيم الريدكتيز ده الخطوه الاساسيه في تصنيع الكوليسترول. فمعظم الكوليسترول احنا بنصنعه وبناخده كمان في الاكل، فما بيزيد عند الناس بيترسب في الشرايين فيعمل تصلب في الشرايين ويقلل المرونة، وده يؤدي إلى ارتفاع في الضغط، يؤدي إلى تضخم في عضلة القلب، يؤدي إلى احتمالية حدوث جلطات، تحصل جلطة في الرجل، جلطة في المخ، أو في الرجل وتطلع للمخ وتطلع للقلب، يعني مشاكل كبيرة جدا أنقذ بها الاستاتين البشرية. ولكن لاحظوا، بعض الناس لاحظت ان هي ما كانش عندها السكر وبصوا لقوا ايه، نسبة السكر عاليه في الدم، فده استفز الباحثين ان هم يعملوا بقى يعني مسح شامل لكل الناس اللي بتاخد استاتين ويشوفوا هل بيجي لهم السكر ولا لا. فلقوا الاتي، لقوا ان فعلا في ادويه الاستاتين بتسبب الاصابه بمرض السكر عند الناس اللي ما عندهاش مرض السكر. فناس ولو واحد عنده مرض السكر خلاص ده انتهى، مش هتعمل له حاجة، الاستاتين مش هتضيف له شيء يعني، ولكن بتسبب مرض السكر عند الناس اللي عرضة للإصابة بمرض السكر. يعني ايه؟ يعني واحد كبير في السن وجاله موضوع الكوليسترول ده، فلو خد الاستاتين وهو ما بيعملش رياضة وما بيعملش نشاط، ما بيحرقش، مش ماشي على نظام غذائي يقلل الكوليسترول ويقلل السكريات والكلام ده، بحيث ان هو فممكن يجيله إصابة بمرض السكر. فليه بقى الاستاتين بتسبب الاصابه بمرض السكر؟ قال لك لان البنك، باختصار عشان ما نخشش في التفاصيل العلميه، الاستاتين بتزود حاجه اسمها مقاومه الانسولين، بتخلي جسمك يقاوم الانسولين اكتر. تاني حاجه انها بتقلل كفاءه خلايا البنكرياس المنتجه للانسولين، وهكذا، وحاجات تانية كتير بقى متعمقة للمتخصصين، هسيبها في تفاصيل البحث. فبيقولوا الخلاصة بقى عشان ايه يعني نقفل الموضوع بسرعة، ان الخطورة من الاصابة بمرض السكري طفيفة مش عالية، وعند الناس اللي عندهم احتمالية الاصابة بالسكر عالية. يعني هو كده كده كان ممكن يجيله السكر، بس هي سرعت العملية عنده شوية. نصيحة تانية، الناس اللي بتاخد استاتين لازم يقيسوا السكر في الدم. هتقول له ما انا قايسه من 6 اشهر ما كانش عندي حاجة، تمام، او انا مش حاسس بأي مشكلة، لا قيس، علشان هذا الدواء ممكن عندك يسبب مرض السكر، فلازم
دوريا كده تقيس مرض السكر، او الدكتور ينصحك بالحكاية دي. في حاجة بقى اهم من كده، ان احنا هل هناك ادوية للدهون بديلة؟ اه في ادوية بديلة، ممكن لو انت عرضة للاصابة. يعني بالحكاية ازاي عرضة للاصابة؟ تقول للدكتور انا عندي والدي كان عنده السكر، والدتي كان عندها السكر، وزني زايد، سني فوق ال40 وال45 سنة، كل دي بتزود احتمالية الإصابة. ليه؟ لما بيكون والدك أو والدتك أو الاتنين بقى بالذات جاء عندهم مرض السكر، يبقى أنت عندك جينات بتؤدي إلى احتمالية إنك أنت ممكن يجيلك سكر. وزنك زايد، الدهون، الكرش والدهون وعدم الحركة، ده بيؤدي إلى احتمالية الإصابة بمرض السكر. فدي كلها إيه لازم تاخدها في الاعتبار. فلازم طبعا تبقى مع الاستاتين دي في حركه والكلام ده. ايه بقى الادويه البديله؟ الادويه البديله في دواء وهم بيحطوه مع ادويه الاستاتين دي، حاجه اسمها ايزيتيميب وحاجه اسمها بومبدوك، ادويه عارفها الدكاتره بديله او بتساعد مع الاستاتين. ليه بقى؟ لان لقوا ان موضوع احداث الاستاتين للاصابه بالسكر دوز ديبندنت. يعني ايه؟ يعني كل ما كانت جرعه الاستاتين عاليه كل ما كان خطر الاصابه اعلى. يعني واحد بياخد 40 مللي جرام في اليوم مثلا ريزوفاستاتين، ده نسبه اصابته اعلى من واحد بياخد 20 مللي جرام في اليوم، نسبه اصابه بتاعته اعلى من واحد بياخد 10 مللي جرام في اليوم، نسبه اصابته اعلى من واحد بياخد العشره دول يوم ويوم. تمام؟ فده نقلل الجرعه دي ونحط معاها، يعني في ادويه في الاجزخانه عامله الريزوفاستاتين او الاستاتين مع الايزيتيميب. الايزيتيميب ده ملوش دعوه بالاستاتين، ما بيشتغلش زي الاستاتين، ده بيمنع امتصاص الكوليسترول اللي في الاكل بس، فما بيقللش الايه العمليه، ما بيبوظهاش قوي. هقول لك بقى على حل احسن من ده كله لازم تعمله ومجرب ومهم انك تعمله. في اغذيه طبيعيه بتقلل الكوليسترول في الدم، اهمها ايه بقى؟ زيت الزيتون. الصبح كده لازم معلقه كبيره زيت زيتون، بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم، بتحرقها. تمام؟ وبتقلل كمان احتماليه الاصابه بمرض السكر. تستخدم كمان لعلاج مرض السكر عند المرضى اللي عندهم السكر، زيت الزيتون طبعا البكر. زيت اللي هو الحار، زيت بذر الكتان، ممكن تخلط بين زيت الزيتون والزيت الحار او زيت الكتان او زيت بذر الكتان، ده برضو الدهون فيه بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. البصل والثوم كلنا عارفينهم، الزيوت اللي موجودة فيهم بتقلل نسبة الكوليسترول اللي موجودة في الدم، وطبعا بتقلل ايه ضغط الدم المرتفع. فدي كلها حاجات ممكن ناخدها علشان نعمل ايه؟ علشان نقلل جرعة الاستاتين، نقلل جرعة الاستاتين. وده طبعا عند الناس بس اللي عندها ضغط عالي والكلام ده، لكن واحد جات له جلطة لا قدر الله في المخ وراح تعالج بسرعة، داومنا له الجلطة، او في القلب او في حتى في شرايين رجليه، ده لازم نديله استاتين وبجرعه كافيه يعني، ونتابع الكوليسترول في الدم. تمام؟ الى جانب بقى الحاجات الايه الطبيعيه دي لازم ايه يمشي عليها. فالاستاتين ديت زي ما بقول لكم مهم جدا جدا، ان احنا لو عندنا ارتفاع في الكوليسترول لا يمكن التوقف عنها. ما تجيش تقول اه اصل الدكتور سامي قال في ابحاث بتقول انها بتسبب السكر، تمام، فانا اوقفها عشان ما يجيليش السكر. السكر ما هو بيجي الناس كلها من غير حاجه، اوقفها ابص الاقي ضغط الدم عالي والدنيا باظت ومش شايف قدامي ولا قدر الله يحصل تجلط في الدم، نخش في مشاكل ملهاش حدود ولا لها نهايه. فالتاثير بتاع انها تسبب السكر تاثير ضعيف يا جماعه، ضعيف، وممكن شويه رياضه بس يعني يلغوا التاثير ده. فانت طبعا كل حاجه بتاخدها بمشوره الدكتور، تتكلم معاه في الموضوع بتاع الاستاتين ده بحيث ان هو يقلل لك الجرعه، يزود لك ايزيتيميب، يزود لك بومبيدويك، حاجه تانية. تمام؟ انت من نفسك انت بقى زيت الزيتون ده تمشي عليه، ممكن كمان لو نسبه الكوليسترول عاليه اكتر تحط معاه زيت بذر الكتان، تزود من البصل، تزود من الثوم، تتمشى، تزود من الحركه بتاعتك،
ده اجابتنا على سؤال النهارده، هل الاستاتين بترفع الاصابه بالسكر عند الناس ولا لا؟ والى اللقاء في حلقه قريبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.